3000 موكب حسيني مسجلة أو مسجلة رسميا تستعد لاستقبال الزائرين القادمين من المحافظات الجنوبية مرورا بواسط متوجهين إلى كربلاء المقدسة، وذلك لأداء الشعار الحسينية لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. جاءت ممثلية المواكب الحسينية في واسط جميع الاستعدادات لإخواننا أصحاب المواكب وخدمة الحسين، البالغ عددهم والمسجلين لدى ممثليتنا 3000 موكب بفضل الله، والأعداد متزايدة إن شاء الله في العام القادم يكون أكثر العدد. كان من ضمن 3000 موكب 500 موكب يرمون الخدمة داخل محافظة كربلاء ويقدمون الطعام والمبيت وجميع وسائل الراحة للزائرين القادمين إلى سيد ومولاي أبا عبد الله. والحمد لله كملنا لهم الكفالات والتعهدات التي تخص صاحب الموكب من القضية الإدارية والأمنية، وكان تعاوننا إن شاء الله تام مع حتى دوائر الأمنية مع دائرة الأمن الوطني بالإضافة لقانونية محافظة واسط قانونية كربلاء لمتابعة الموضوع والتأكيد على أصحاب المواكب بالالتزام بالتعليمات الصحية وتعفير والتباعد والكمامات والكفوف، والحمد لله لديهم خبرة صار العام الثالث على التوالي. على بركة الله تعالى اليوم بدينا بتهيئة وترتيب وتنظيف موكب لبيك يا حسين خدمة إلى زوار أبو عبد الله الحسين، جميع الكوادر وجميع خدمة الموكب حاضرين اليوم وبشكل مستمر، وإن شاء الله يوم الجمعة القادم سيتم افتتاح الموكب بشكل كامل واستقبال كل الزائرين إن شاء الله من كل المحافظات الجنوبية، ونحن بقمة الاستعداد في هذا العام إن شاء الله نقدم أفضل الخدمات. إحنا خدام موكب مالك العشتر من محافظة واسط الكوت. هذا الموكب بدأ من بعد سقوط النظام من 2003-2004، ونقدم خدماتنا لزوار أبي عبد الله الحسين، لزوار القادمين من البصرة وعمارة والناصرية بكل المناطق اللي جنوب المحافظة، بالإضافة إلى حتى الزوار الأجانب اللي جاي من إيران. نقدم جميع الخدمات اللي هي الطعام والشراب والمنام، بالإضافة الخدمات الصحية كافة، خاصة أنه احنا هذه الأيام نمر بهذه أزمة الوباء وكذا الشكل، فأضافت لنا فقرات أخرى خلال ذن السنتين أنه نوفر كل قضايا الصحية وقدر إمكان نحافظ على أرواح الناس والزائرين. والحمد لله احنا تقريبا جاهزيتنا بعد أن خلصنا مراسيم العاشر من محرم، بعد 5 أيام باشرنا بالبناء هنا، لذلك جاهزيتنا 100% كانت من أول من صفر، وننتظر الزوار إن شاء الله. والحمد لله بدأت قوافل الزوار القادمة من جنوب المحافظة باتجاه كربلاء،